القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بك أصبحنا تقدم الملك المليك. ورد اسم الملك في القرآن الكريم في 5 مواضع، منها قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وورد اسم المليك في 1 موضع في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذان الاسمان دالان على أن الله سبحانه ذو الملك، أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. وقد تكرر في القرآن بيان أن تفرد الله بالملك لا شريك له دليل ظاهر على وجوب إفراده وحده بالعبادة، كما قال الله: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وأن عبادة من سواه ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا أضل الضلال وأبطل الباطل. وقد ورد في القرآن آيات عديدة تقرر هذه الحقيقة وتجلي هذا الأمر، كما قال الله سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ومن لا يملك في هذا الكون ولا مثقال ذرة لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة، إذ العبادة حق للملك العظيم والخالق الجليل والرب المدبر لهذا الكون لا شريك له، عز شأنه وعظم سلطانه وتعالى جده ولا إله غيره.